نبدأ إذا سمحتولي من الأستاذة سارة. أستاذة سارة، عايزين نعرف منك أولاً إيه الاستعدادات الإجراءات الاحترازية فيما يخص كورونا. سمعنا عن تجهيزات غير مسبوقة، اتعمل لنا بي سي آر مبدئي وفي بي سي آر تاني هنعمله بكرة، فعايزين نحط جمهورنا في كل هذه التفاصيل. هو يعني خلاص العد التنازلي للمنتدى بدأ، إن شاء الله المنتدى من فترة 10 ل 13 يناير بيسبقه بيومين ورش العمل من بكرة الصبح إن شاء الله. مظبوط، فإحنا خلاص إحنا بنستقبل الوفود دلوقتي في مطار شرم الشيخ، وحريصين إن حتى يعني يمكن من أول لحظة الوصول نعكس قد إيه المنتدى هو حدث كبير وتنظيمه ده إحنا قائمين عليه يعني على قدم وساق. طبعا السنة دي بسبب ظروف الجائحة لازم نحط مجموعة من المعايير عشان نضمن سلامة الحضور، كان على رأسها اشتراط التطعيم كشرط أساسي. تطعيم أولا. مظبوط. برضو احنا اعلنا عن الخطط الوقائية اللي هيتم اتباعها ان شاء الله خلال فترة المنتدى. هيكون في بي سي ار بصفة دورية كل 48 ساعة، قياس درجات الحرارة، في كاميرات حرارية، برضو هيكون في تكنولوجي بنستخدمها، هيبقى في موضوع الروبوت بقى ايه بالظبط. الروبوتس هي تلقائيا هتقوم يعني هتقوم بتطهير القاعات بصفه دوريه، بحيث ان احنا نمنع ان يبقى في عامل بشري دايما عشان نقلل التباعد، يعني نحافظ على التباعد الاجتماعي. برضو الروبوتس هتقدم المشروبات للحضور، يعني احنا بنستخدم التكنولوجي تقنيات مختلفه السنه دي في النسخه الرابعه من المنتدى، وبرضو هيبقى في تطهير مستمر للقاعات، يعني سلامه الحضور هي فعلا اولويه لينا في النسخه دي.